مفتاح الفرج، جملة بنسمعها كتير ويعتبر مثل قديم وبنحاول نمشي عليه. الصبر على البلاء، الصبر على الضغط النفسي، الصبر على التوتر، الصبر على القلق، هيبقى بعديه جبر، هتتجبر وهتتراضى. الصبر على فقد الأحبة، الصبر على الوحدة، الصبر اللي انت فجأة تلاقي نفسك مش حواليك أي حد، يبقى هتبص لفوق كده وتقول يا رب، هتتجبر وهتتراضى. الصبر على الأذى وعلى الكلمة الوحشة وعلى الجملة اللي ممكن توجع وعلى الناس اللي ممكن تجرح. الصبر وإن أنا مردش وإن أنا ماخدش حقي، يبقى هتجبر وهتراضى. فالصبر مفتاح الفرج، لأن بعد كل صبر جبر. صباح الفل، صباح الياسمين على كل مشاهدينا. يوم جديد وخطوة جديدة من خطوات. النهاردة عايزة أبدأ معاكم بخطوة مختلفة. بيجينا كتير رسائل، أنا شخصيا ناس كتير بتبعتلي مشاكل، في مشاكل اجتماعية، في مشاكل ليها حلول. فقلت طيب أنا كل كده حلقة، بما إن أنا يعني ضيفة يا رب أكون خفيفة عليكم كتير في الأسبوع، فقلت كل حلقة كده أخد كم مشكلة أتكلم عليها. تعالوا كده بسرعة ناخد كم موضوع ونحاول نعرضه، لأن المواضيع اللي أنا هقولها دي يعني هي مشاكل بس إن شاء الله يكون ليها حل. عايزة أبدأ معاكم بأول مشكلة، هقرأ لكم بالظبط الرسالة اللي جت. أنا متجوزة من شهرين، بس المشكلة إني حاسة إنه بيخوني، وموبايله بيرن كتير بالليل، واتساب، ماسنجر، ولما بسأله مين بيقول لي صاحبي، ويقوم من جنبي، وما بحبش أسأل كتير علشان مش عايزة أعمل مشاكل، وأنا لسه متجوزة جديد وبيجي البيت متأخر قوي، المفروض أتصرف إزاي؟ مبدئيا كده صاحبة الرسالة لو هي اللي بتقوله صح قوي، يبقى احتمال فعلا يكون في صحوبية، في خيانة كده على الخفيف، في حد معرفة قديمة، إن مش طبيعي عريس مع عروسته لسه شهرين رسائل بالليل ويقوم يرد بره، وطب بيتأخر، ده مش طبيعي. طيب أعمل إيه؟ أول حاجة لازم إن أنا أتجاهل لحد ما أتأكد، لأن أنا لو عملت خناقة دلوقتي يبقى أنا لفت نظره إن أنا عارفة اللي بيحصل، فهيبدأ يخبي بقى ويرجع لورا. فأنا لازم أتجاهل كده وأتأنى وأصبر لحد ما أشوف، وفي نفس الوقت لازم أنا كمان يبقى ليا شوية كده من حياتي، ما يفضلش حاسس إن أنا مركزة وكبسة على نفسه، لا لازم هو كمان يدور عليا زي ما أنا بدور عليه. قدامك حل من اتنين، يا إما تتأكدي، لأنك هتتأكدي، مفيش حاجة بتفضل على حالها. لما تتأكدي، لما تحسي إن أنت فعلا مش قادرة تكملي في الوضع ده، لا انسحبي كده من أولها، من قبل ما يكون في ولاد، من قبل ما يكون في حاجة. أنا ما بشجعش على فكرة على الانفصال نهائي، بس لو فعلا في نوع من أنواع الخيانة، لو في نوع من أنواع إن حبيبي منفصل عني مع حد تاني وأنا ما حبيتوش بالقدر الكافي، حتى لو لسه عروسة جديدة، لا يبقى ألحق نفسي قبل كده، إيه ما الحياة تغوط، وبعد ما اضطر استسلم، وبعد ما اضطر اتنازل عشان الولاد. وفي نفس الوقت لازم تبيني قدامه ان انت واخده خطوه لورا، انت كمان مشغوله وانت كمان مش فاضيه، عشان هو يبدا يدور عليكي. واحده عروسه جديده، خليه يسال نفس السؤال، هي مشغوله في ايه؟ هي بتدور في ايه؟ مش معنى كده ان انت تروحي تكلمي حد عشان يبقى الكلام واضح، لا انشغلي، بس بيني ان انت مش مركزه معاه. خليه يدور عليكي، طب انا بحب الشخص ده؟ مش هسيبه. جوزي بتاعي مش هسيبه. هحارب عشانه، محدش ياخده مني. فالحب في الحتة دي هو اللي هيحدد لك أحارب ولا من أولها كده أخد خطوة لورا واتكل على الله. ده الحل الأمثل، أنت اللي هتقرري، درجة حبك هتحدد لك. في نفس الوقت عشان كرامتك وبرستيجك، الواحد لما بيبين أنه عارف حاجة لازم ياخد رد فعل سريع. طب أنا مش عارف، يبقى أنا هتصرف بأريحية، تعالي على نفسك شوية لحد ما تتأكدي، وهتتأكدي وبعد كده قرري، هتسامحي وتكملي ولا هتاخدي قرار ان ده مش هينفع، وبرضه حسب رد فعله. مالكيش حل تاني،
انما اللي ينصحك يلا قولي له وروح اتخانقي وانت عملت وانت خليت غلط، هتخسري وهيقول لك الكلام ده اوهام وممكن يركبك الغلط وتلاقي ان الايه اتقلبت فورا. طيب معانا مشكله تانية. انا عندي اخت بنت اصغر مني بسنه واحده، بس المشكله ان ماما بتفرق ما بيننا في المعامله، يعني اختي بتجيب لها كل حاجه وانا لما بطلب وانا لما بطلب بحس معاملتها معايا صعبه عكس معاملتها مع اختي، وحاسه انها ما بتحبنيش وان انا ابتديت اخد جنب منها. يعني هو المفروض والطبيعي ان الام عمرها ما بتفرق بين اتنين، ده طبيعي، لكن لما احس ان انا مضغوط عليا او ان انا ماما بتفرق بيني وبين اخواتي، ساعات بيكون في حب زياده كده لحد من الاولاد، وده بيبقى غصب عن الام. ممكن يبقى اختك اهدى، ممكن تبقى اختك احن، ممكن تبقى اختك الطف، لان مفيش حاجه طالما انتوا الاثنين بناتها مفيش حاجه اسمها انا هفرق بين ده وهفرق بين ده. طيب لقيت مثلا ان انا فعلا حاسه بالضغط النفسي، بلاش اتقوقع واخد جنب واروح اعيط في اوضتي واتضغط نفسيا، لان ممكن مامتي ما تبقاش مركزه ان هي بتعمل ده، لا لازم اروح اقعد اتكلم معاها، انا متضايقه من كذا وانا متضايقه من كذا وانا متضايقه من كذا، مره واثنين وثلاثه، لان الام خط احمر، مش همشي كده ابقى واقفه الند بالند معاها، انت ضايقتيني فانا هضايقك، انت ما كلمتنيش فانا مش هكلمك. وفي نفس الوقت ما تبصيش لاختك ان هي عدو ليكي، لا اختك دي سندك وظهرك في الحياه، فانت الحل الوحيد ان انت تصاحبي مامتك، روحي اتكلمي معاها كده بمنتهى الصراحه، مامتك اقرب حد ليكي في الكون، اكتر حد عايز مصلحتك. ما تنساقيش ورا مشاعر ممكن تكون غلط، ممكن يكون كل ده على فكره وهم، ممكن يكون كل ده من حبك الزياده لمامتك، ممكن يكون كل ده من كتر ارتباطك بمامتك، فانت لازم تاخدي كده هدنه مع نفسك وتفكري من غير الضغط، لان بالذات البنات مشاعرهم بتبقى حيويه قوي وفيها يعني اكتيفيتي قوي، فاحنا لازم ناخد بالنا ان في التعامل لا انا مامتي دي حبيبتي فانا هروح اتكلم معاها. الحياه كلها ضغوط، الحياه كلها مشاكل، مفيش حاجه اسمها انا عايش وريتم الحياه كله جميل، مفيش حاجه اسمها انا قاعد والدنيا ورداه حواليا. حاول تستقبل مشاكلك بعقلانيه، انا ما بقولكش ان انت اقعد وكل المصايب تيجي وانت قاعد كده، لا بس كل مشكله تيجي فكر بس الاول، بلاش رد الفعل السريع نتيجه ضغط، بلاش رد الفعل المتعجرف نتيجه مشكله، بلاش يبقى لساني سابق عقلي، اسمع قبل ما اتكلم، شويه حاجات كده هتعمل ضبط النفس، هتخليك تفكر اكتر، اصل المشكله حصلت هعمل ايه؟ لازم احلها، فحلها كده وانا هادي ولا استنى لما تكبر اكتر واكتر والاقي نفسي خلاص خرجت بره ايدي؟ فبالراحه كده على نفسنا، وزي ما قلت كل صبر بعديه جبر، وبشر الصابرين، وان شاء الله ان شاء الله كلنا نعيش في سلام، امنيه لكل الناس. يلا بينا نبدا اولى خطواتنا من خطوات فصل ونواصل. خطوه جمالك وخطوه ان انت تحافظي على نفسك وخطوه ان انت تبقي احلى نتكلم عليها كتير، ليه؟ لان اوريدي ضغوط الحياه بتبقى مضايقانا، فان انا كمان احس ان انا شكلي مضايقني واحس ان انا يعني مظهري كده مش قد كده، احس ان انا مليانه، احس ان انا بشرتي مجعده، احس ان انا شعري هايش كده ومش عارفه اسيطر عليه، كل الحاجات دي على فكره بتتعب النفسيه. مهما قلنا انا مش فارق معايا، المهم جوزي، مهم ولادي، لا من جواكي هتكوني متضايقه، ما تبخليش على نفسك، ادي لولادك وادي لجوزك وادي لقرايبك وادي لكل الناس، بس انت فين؟ حافظي على نفسك، طول ما انت حلوه وطول ما انت واثقه من نفسك هتدي وانت مرتاحه. طب طول ما انت عامله كحكه ووشك باهت وكلك بقع هتبقي عارفه تدي ازاي؟ اعرفي ان مهما كان جوزك بيحبك هيبقى متضايق، يعني خلي كده يبقى
ماما جميله، مراتي حلوه، يعني يبقى في كده نوع من ايه، من الشياكه. مش معنى كده ان انت تروحي تصرفي كل فلوسك ولا تاخدي مصروف البيت وتروحي تجيبي، لا، بس خير الامور الوسط، بلاش الاهمال الجامد قوي وبلاش الاسراف الجامد قوي. اكتر مشاكل بتجيلنا ساعة ما بدأنا فصل الشتاء، وخصوصا الكام اسبوع دول اللي مليان سقعة وبرودة، شعري ناشف، شعري مقصف، شعري مجعد، انا مش عارفة اعمل ايه، مش بيطرى خالص مهما احط له كريمات، مهما احط له حمامات زيت. ايوة دي حقيقة، القشرة اللي موجودة، كل الحاجات دي عوامل موجودة كفصل الشتاء. طيب الناس اللي بتحافظ اصلا على شعرها هتبدا ترطب شعرها، فالدنيا هتستجيب بسرعه. طب الناس اصلا ان هي راميه شعرها دي، فطبعا ده هيحتاج مجهود اكتر. على قد ما فصل الشتاء مؤلم بالنسبه للبشره والشعر، على قد ما هو فتره حلوه قوي ان انا ارجع اخلي شعري في حالته الطبيعيه تاني. لان الصيف مع الحر ومع غسل الشعر ومع لو هتروحي مصيف غصب عنك مش هتعرفي تديله الحمايه الكافيه. الناس تقولك ايه، انا هوفر فلوسي عشان اجيب حمامات كريم عشان وانا رايحه المصيف. غلط، ما انت عبال ما تروحي المصيف بتاعك ده ولا عبال ما الصيف يدخل هيكون شعرك اصلا باظ منك. في عادات سيئه كلنا بنعملها بلا استثناء، فاكرينها ان هي اضافه لينا. اول عاده سيئه جدا معانا، وهي فكر خاطئ، وهي فكر مش صح، ان كل ما شعري يبدا من تحت يقصف شويه اجري على المقص وتك تك 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 اقص شعري. غلط تماما. ليه؟ لان تقصيف الشعر ده له درجات. مش كل ما اقص شعري على فكره يبقى ده هو ده الحل الامثل. زي ما انتوا شايفين كده شويه الشعر دول ممكن تلاقيهم كل اسبوعين شعرك عمل كده، كل شهر. هل انت بقى كل شهر هتقصي 2 سنتي؟ طب هو هيطول امتى؟ فانا امتى بروح اقص شعري؟ بقص شعري اولا من 3 شهور لست شهور، تمام؟ شكرا للصوره. فبعمل ايه؟ بروح ابص كده على شعري وابص على اطراف شعري. طيب لقيت الطرف بتاع شعري الشعره اللي فيه مقسومه نصين، مقسومه كده نصين، ساعتها هحتاج ان انا اقصه سنتي، سنتي ونص. طب لقيت شعرتي ممكن تبقى ضعيفة بس مش مقسومة ومش مفرقة، مش متفرقة كده عن بعضها، لا استنى ما اقصش. فانا ابص على شعري قبل ما اخد قرار القص. طيب هل انا ينفع اقص كل شهر؟ لا، اللي بيتقال ده غلط. ما تقصيش شعرك كل شهر، من 3 شهور لست شهور اصلا الشعر نموه سنتي لتلاتة سنتي. انت بقى اللي هتحددي شعرك ده يطول سنتي، 2 3. خلي بالكوا كل نص سنتي في الشعر بيفرق، نص سنتي يعني كام ملي بيفرق. في واحدة ما شاء الله تقص شعرها مفيش، تلاقي شعر وشعرها ده طول، لان التلاتة سنتي دول بالنسبة لطول الشعر كتير. فانتي عشان نخلص بس العادة السيئة الاولى دي، قص الشعر مطلوب في حالة ان الشعر مفرق من تحت، في حالة ان الشعر خلاص لا تصلح، الشعر الواحدة متفرقة مقسومة نصين، يبقى دي ساعتها هتحتاج تتشال. طب هشيل الشعر كله؟ لا، هشيل جزء صغير من سنتي لسنتي ونص، 2 سنتي ماكسيم. ليه؟ يبقى انا كده بديله فرصة ان هو يتنفس، تمام؟ طيب في عادة سيئة تانية وحشة قوي، وهي الصبغة الشهرية، بالذات الناس او الستات او الرجاله اللي بيطلع لهم شعر ابيض. زي ما انتوا شايفين كده، اخد انا كل بقى شهر من جدر الشعر ويلا اخد الصبغه احط عليها الاكسجين، الاكسجين اللي احنا بنجيبه ده، وتك تك تك تك. على المدى البعيد مش هلاقي شعري، مش كل ما شعري يتنفس اصبغه. طب اعمل ايه في الشعر الابيض؟ في حاجات كتيره جدا. في صبغات من غير امونيا، تسالي كده على الصبغه اللي من غير امونيا. في صبغات مش بيتحط لها اكسجين اصلا. في حنة بقت حلوة جدا موجودة دلوقتي. في خلطات بنعملها اصلا بتساعد ان الشعر يتشرب اللون او يتشرب درجة معينة، فالشعر ما بيطلعش بالبياض الساطع ده. فبلاش نلجأ للصبغة اللي فيها اكسجين كحل اول. طيب ايه العادة السيئة الثالثة؟ طول
طول ما انا نازل اول ما اقول ان انا خلاص انا نازله مشوار يلا اخد البيبيليس واخد المكوى واخد السشوار وطك طك طك طك. ليه؟ عشان انا شعري مجعد. بصوا المكوى اللي محطوطه دي في الصوره دي من اخطر الحاجات. ليه؟ لان هي انت بتكبسي شعرك على حدتين سخنين جدا. فارجوكم اللي مش عارف واللي مش متعود بلاش يستخدم الحاجات دي مع نفسه، لازم حد متخصص. طب انا مش معايا ان انا كل يوم اروح للكوافير والدنيا بقت غاليه جدا، خلاص يبقى تجيبي اي حاجه تستخدميها يكون الحراره بتاعتها خفيفه حتى لو هتقعدي مده اطول. بلاش نصدر السشوار كده على شعرنا من بعيد. البيبيليس بلاش نكبس كده، لا كده رايح جاي ان شاء الله 5 مرات بس بالراحه، بلاش تكبسي وتلاقي البخار طالع، غلط. انت كده بتاخدي اول طبقه من الشعر. الشعر عباره عن طبقات زي البشره بالظبط، كل ما انا بتك عليها وكل ما انا بستخدم حراره اكتر كل ما انا باخد من الطبقات بتاعتي. عشان كده شعري، في ناس يبقى ما شاء الله شعرها سميك جدا، هتلاقي على المدى البعيد شعرها بقى خفيف جدا وبيقع عليه، ما انت عماله بتنحتي طبقه ورا طبقه ورا طبقه. استخدمي سشوار، انا بستخدم سشوار وبيبيليس وبستخدم لو عايزه اعمل كيرلي بقى، بس بهون كده على نفسي بالراحه. لو باخد ربع ساعه لا ممكن اخد نص ساعه او ساعه الا ربع بس ابقى بالراحه. زائد حاجتين، يبقى انا قلت لكم شويه عادات ارجوكم دي العادات الاساسيه اللي احنا بنعملها والفكر الخاطئ. تاني حاجه شرب الميه الكتير ده اساسي، من 2 لـ3 لتر اساسي في حياتك، اسلوب حياه. جيبوا الازاز الصغيره وكل يوم الصبح، يا اما تجيبوا تشتروا، اللي مش عايز يشتري بيملى 3 ازايز بيحطها قدام عينه. انا تارجتي كل يوم ان انا هخلص الـ3 ازايز دول. الغذاء المثالي، بحب المصداقيه ومش هقعد اقول لك روحي اشتري بروكلي واعمليه ولازم الخضار، ولازم الخضار السوتيه ولازم ثمره الفاكهه تبقى فيري فريش، مش هقول لكم الكلام ده. بس على الاقل حطي شويه خضار وفاكهه خلال اليوم. احنا في فصل الشتاء، ايه الخضار اللي موجود؟ برتقان، موز، جوافه، كل ده فيتامين سي، وكل الفيتامين سي مليان كولاجين. يبقى انت بتستخدمي الغذاء الطبيعي بالراحه، مش بقول لك روحي جيبي الحاجات الغاليه، انزلي جيبي خضار وفاكهه اللي تحبيه، المهم دخلي جسمك عناصر طبيعيه خصوصا بالليل. بلاش الاكل الكابس على النفس بالليل، ده غلط جدا جدا جدا. تمام. ثالث حاجه ومن اهم العوامل اللي هتساعدنا ان احنا نحافظ على شعرنا هو ان احنا يكون معانا عامل مساعد. انا بحاول اكل كويس، بحاول اشرب ميه، بس انا واحده ممكن يبقى عيلتي كلها شعرها خفيف فانا طالعه شعري خفيف. ممكن يبقى مش عارفه طول اليوم ان انا اقعد اكل فاكهه وخضار، ممكن كلت مره مرتين فمش عارفه اعمل ايه، يوم ما كلتش يوم ما جبتش. لازم يبقى معايا مجموعه عنايه. الناس لما بتسمع الكلام ده تقول لك يا عم ده مش كفايه العيال وكفايه، لا في مجموعات عنايه بالشعر دي مهمه جدا، خليها معاكي. وفي مجموعات عنايه ممكن تجيبيها وتقعد معاكي بالـ3 شهور، من اول غسيل شعرك لحد حمام الزيت اللي انت بتعمليه. طب الفيتامينات اللي موجوده في جسمك اعوضها ازاي؟ كل الحاجات دي عوامل مساعده مش هينفع انت تعمليها. يعني ما ينفعش تروحي تصنعي شامبو كويس في البيت، ما ينفعش تروحي تصنعي مكمل غذائي في البيت. حمام الزيوت ممكن تبقي انت بتستخدمي زيت مش ماشي مع شعرك، غلط. الزيت يغمق لك شعرك زي زيت الزيتون، وانت ممكن تكوني شعرك فاتح بيغمق. زيت اللوز ممكن ما تكونيش جايباه بالتنقيه الصح، مش هيديلك التاثير والايفكت الصح. فاعمل ايه؟ لازم يكون معايا كورس بيساعدني ان انا اهتم بشعري، وفي نفس الوقت ما يكونش كورس باهظ الثمن. انا معاكم، انا بحب الاوفرز جدا على فكره، وبحب جدا ان انا اتابع وبعمل فولو لكل البيجات او كل السايتس او كل البيجز اللي هي بتبقى فيها اوفرز حلوه، بس للاسف في حاجات كتيره جدا مخشوشه، في حاجات كتيره جدا تحت مسمى النصب لمجرد ان احنا خصم 70% خصم 90%، مش بال يعني ايه، مش بكم الخصم، لا انا هستفاد ايه. بحب جدا براند، وانا كياسمين ما بطلعش اتكلم على حاجه الا لما اكون مجرباها.
يعني حتى اللي متابعني وحتى اللي عارفني من سنين انا ما بطلعش كده اقول ده حلو وده وحش، لا. او معايا ضيف هو بيتكلم عن حاجته وبيبدا ان هو يقول ان هي قد ايه حاجه كويسه، لكن انا لما اطلع اقول ان مثلا البراند ده كويس يبقى انا جربته على نفسي، لان انا ما احطش نفسي ابدا في حته ان انا بهبت كلام، مش شخصيتي خالص. انا واحده من الناس بحب جدا اهتم بشعري زي ناس كتيره جدا. حاليا عمليات التجميل ونيو لوكس لا بتخلي الناس بتلف حوالين نفسها، تيجي تقولي اصل انا شكلي بقى وحش، اصل انا مش عارفه جوزي ايه، اصل انا خطيبي ايه، المشاكل اللي احنا بنسمعها. اهتمي بنفسك، اهتمي بشعرك وبشكلك، اهتمي ببشرتك، انت ناقصك ايه؟ زي ما بتحوشي كده علشان تروحي تجيبي لبس، زي ما بتحوشي عشان تروحي مش عارفه تشتري جهاز في البيت ولا عشان تجيبي ستاره جديده، لا حوشي عشان شعرك الاول. براند بلاندورا اللي انا بحبه جدا واللي انا بستخدمه واللي فعلا 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 له تاثير هايل، ده يعني من الحاجات اللي صحيه طبيه وتجميليه. ليه أنا بفضل البراند ده جدا؟ بتكلم كتير معاكم على البشرة وعلى براند ترو لايت، وهتلاقوا خلال الحلقات في خطوات كتيرة جدا بنتكلم عن ترو لايت براند البشرة. طب براند بلاندورا بحبه جدا ليه؟ لأن هو بيتكون من حاجات هي دي اللي بستخدمها. عندكم العلب الصفرة دي هي دي الشامبو، عندكم حمام الزيت أهو، عندكم السبراي اليومي، عندكم المكمل الغذائي، وهنبدأ نتكلم كل يوم بالتفصيل. طبعا الناس اول ما بتبدأ تتفرج تقولك بكام؟ كالم داون كده وارتاحي، الارقام اللي موجودة على الشاشة لو تواصلتي معاها هتعرفي ان عندنا اوفرز كتير، وهتعرفي ان انت مش هتدفعي كتير، بس تعرفي انت هتدفعي في ايه. ما تفرحيش ان انت هتدفعي قليل وخلاص، يعني اعرفي الاول انت رايحة تجيبي ايه. براند بلاندورا براند مرخص من وزارة الصحة ومليان فيتامينز ومليان حاجات كتيرة جدا، بس أحلى حاجة أنا بحبها فيه إن هو كله بيكمل بعضه. بصوا كل مجموعة كده على بعضها. الناس اللي فاكرة إن هي لو راحت اشترت شامبو ولا بتغسل شعرها بالصابونة ولا بالشاور جل ولا يلا أي حاجة موجودة، المهم إن أنا أنضف شعري وخلاص عشان أحط حمام كريم، غلط. ما أنتي بتنضفي شعرك غلط، بتسيبي رواسب على شعرك، فحمام الكريم مش هيتشرب صح، وكده كده انت ما عملتيش التنظيف الصح. الناس اللي فاكره، وهتكلم كده بشعبنا، كل ما احط شامبو الرغوه تبقى جميله وكبيره كده، ده انا كده معناها ان الشامبو تحفه. لا طبعا، الرغوه دي معناها ان الشامبو ده مليان سلفيت، السلفيت ده غلط، مجرد ريحه حلوه، مجرد رغوه حلوه، لكن كله كيميكلز، كيماويات غلط. طيب عندنا في براند بلاندورا ده اهو عندنا اتنين، طب اللي علبتين لون واحد ممكن نجيبهم يا سمر صح؟ طيب بصوا اهو على قد ما اقدر اهو، هما شبه بعض لونين. عارفين ليه لون نفس اللون؟ عارفين ليه شبه بعض؟ عشان هما بيكملوا بعض. يعني انا بغسل شعري بالشامبو من جدر الشعر، بفرك جامد جدا 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 جدا، مش بضوافري، ها مش بضوافري، بايدي نفسها، يعني ما عورش فروه راسي، وبنزل على الاطراف بشطف شعري بميه فتره. الناس اللي بتطلع بقى وتخلص تقول لك انا هحط سيرم، غلط. بعد ما شطفت شعري غسلته كويس جدا من فروه الراس ونزلت على الاطراف، بعمل ايه؟ بحط اللوشن. اشمعنى اللوشن ده؟ لان اللوشن ده هو الثنائي بتاع الشامبو، هما الاتنين بيكملوا بعض. ليه بيكملوا بعض؟ علشان المغنيسيوم اللي هنا هو اللي هنا، النحاس اللي هنا هو اللي هنا، الفيتامين سي اللي هنا هو اللي هنا، في روزماري، في زيت الجوجوبا، في زيت جوز الهند، في زيت اللوز. انا مش عايزه اقعد اقول في ما مش عارفه ايه وتحف، انا عايزه اقول لكم ليه بنستخدمه. لان انا لما اغسل شعري يبقى انا خلاص شلت كل الاتربه وكل لو انا عرقانه، لو انا بقالي مثلا كام يوم، فخلاص انا نظفت شعري، فشعري المسام بتاعت فروه راسي مفتوحه، شعري خلاص بقى مؤهل لاستقبال اي حاجه. فتيجي تاخدي البلسم ده تحطيه على شعرك بشكل خفيف كده من اطراف الشعر، وتروحي على جدر الشعر، هتدخلي على اطرافك الاول، بعد كده هتطلعي على جدر الشعر جنتلي. بيقول لك جنتلي يعني ايه؟ يعني بايدك بالراحه كده، محدش يجيب مشط واسع ويقعد يسرح في شعره،
اعرفي ان شعرك بيتقطع من غير ما تاخدي بالك، بتنزلي لقدام وبتبداي تعملي مساج في شعرك. ليه بنزل لقدام؟ مش بعمل عرض وشو، لا بنزل لقدام لان الدوره الدمويه بتتدفق اكتر، وان انا الحاجات بتتشرب اكتر في راسي لما بنزل لقدام. كل جهاز وكل حاجه في جسمي ليها طريقه. خلصت الشامبو والبلسم، بعمل الكلام ده مرتين في الاسبوع. طب انا عايز اغسل شعري كل يوم، انا بحب اخد شاور، طب ازاي هاخد جسمي؟ غلط. البسي بوني واغسلي واغسلي وخدي شاور، وخلي غسيل شعرك ده مرتين في الاسبوع. ليه؟ مش توفير على فكره، هو طبعا توفير بس مش الموضوع، مش المقصود منه التوفير. ربنا خلقنا في حاجات طبيعيه احنا بنفرزها. يعني انا مثلا ابقى نايمه، انا في زيوت طبيعيه وفي حاجات طبيعيه ربنا خلقنا كده، خلقتنا ان هي بتتفرز، فلازم ادي نفس لفروه راسي ان هي تفرز الزيوت الطبيعيه اللي ربنا خلقنا بيها، بتساعد على نمو الشعر اكتر. فانا لما كل يوم اغسل شعري فانا مش مديه شعري نفس اللي هو يفرز بقى الماده الطبيعيه. هو انا ليه بروح الجا للكورسات دي؟ ليه؟ علشان انا عايزه اروح ادفع فلوس، بغض النظر عن الاوفر اللي هقوله لكم. يعني انا بقول لكم هو في اوفر، بس انا ما بحبش ادخل خدي الاوفر ده ويلا واعمل، لا هي مش قصه مش كده. انا ليه اصلا بروح اجيب الكلام ده؟ ربنا خلقنا بفيتامينات معينه وبخلقه معينه اساسيه في جسم. قله محافظتي وقله ان انا واخده بالي من نفسي، سواء بشرتي سواء شعري سواء جسمي، انا باخد من المخزون بتاع جسمي. يعني فيتامين سي اللي احنا عاملينه بنسبه معينه جوه بلاندورا. طيب انا ما استخدمتش كورس زي ده، وما اكلتش فاكهه وما شربتش ميه وما عملتش الحاجات دي كلها، ببدا اخد من مخزون جسمي. هدي لكم مثال صغير جدا. اول ما الست تبقى حامل، اول حاجه تروح للدكتور يكتب لها روشته كده مليانه فيتامينات. ليه؟ عشان نحافظ على المخزون اللي موجود في الجسم. طب انا ما خدتش الفيتامينات دي، انا عماله اسحب من جسمي، عشان كده الشعر اللي بيقع والشعر اللي بيجيله تساقط والشعر التالف ده نتيجة ان المخزون عمال بينقص عمال بينقص. فالجسم بيجاهد مع شعري، الجسم بيجاهد مع بشرتي. ساعات يقولك انت كنت كويسة، مال بشرتك بقت ناشفة كده؟ انت كان شعرك جميل ماله قصف كده؟ الناس اللي شعرها يبقى متقصف ويبدأ يقصر لوحده، ده نتيجة قلة المحافظة، نتيجة قلة الاهتمام، والاهتمام بيبدأ من اول الشامبو اللي بتحطيه على فروة راسك. يبقى احنا كده خلصنا الشامبو، يبقى احنا كده خلصنا البلسم. ايه كمان موجود في مجموعه بلاندورا وده صديقي الصدوق؟ اكتر حاجه بحبها اصلا، اكتر حاجه بحبها السبراي ده. ايه بقى السبراي ده؟ السبراي ده سيرم مخفف كده بيتحط كل يوم. فالواحد يقول لك طب انا غسلت شعري، طب انا هقعد كده مش، طب اروح اعمل لي ماسك، طب اروح احط لي بيضتين على شعري مع لا، هو احنا بنقول لك اتفضلي ادي السيرم ده، ده سيرم يومي بتحطيه على جذور شعرك، من اليمين مثلا بخه، من الشمال بخه، من فوق اتنين، من ورا اتنين. يا جماعه ما بيتبخش كده اكنه برفيوم، لا هو انت بتفرقي شعرك وبتبداي تحطي في جدر الشعر وبتبداي تعملي عمليه مساج. ليه ده بقى؟ لانبات الشعر. الشعر اللي بيقع، احنا ربنا خلقنا على فكره كل يوم على الاقل في 100 شعره بتقع منك وانت مش حاسه، يعني ده طبيعي. لازم لما تسرحي شعرك هيقع شعرتين ثلاثه، هو ربنا خلقنا كده. فده بيساعد على ايه؟ بيساعد على انبات الشعر والمحافظه على الشعر اللي موجود. يعني انا كل يوم بقول ايه؟ باكل شعري اكني باكله كده علشان يفضل عايش معايا. طب بستخدم السيرم ده كم مره او السبراي ده كم مره؟ شعري دهني قوي، في ناس تقول لك انا لسه واخده شاور، ايه الزيت ده؟ يبقى هستخدم السبراي ده مرتين في اليوم. طب الناس اللي شعرها جاف او الناس اللي شعرها اطرافها جافه جدا، مره واحده بس في اليوم. يبقى ده التدليك اليومي لفروه راسي علشان احافظ على الشعر الموجود، وعلشان ابدا اغذيه فيبدا يطول، وعلشان اعمل سمك للشعرايه، لان النحاس والزنك، وحطوا خط تحت زنك. الزنك ده اللي الناس مش عارفه فوائده، الناس بتروح تجيب فيتامين زنك يعني بمبلغ على فكره. الزنك والنحاس والروزماري اللي موجودين، ده غير طبعا زيت الجوجوبا، ده غير ده غير ده غير، بس في حاجات كده أساسية. فيتامين سي اللي موجود بنسبة معينة اللي فيه كولاجين، ده بيساعد على إن الشعرة تبقى سميكة وتطول. ف
فمع الاستخدام ومع ان انت مواظبه، لان انا برضو خليني كده ايه اتكلم بمصداقيه، هو انت مش مجرد حطيتي الاسبراي شعرك طول، لازم تحافظي ولازم تواظبي. الشعر رخم، ان انت تحافظي عليه رخم، هياخد منك وقت ومجهود ونفسية، فلازم تبقي واثقه ان انت تمام. طيب بنعمل ايه تاني؟ بنعمل حمام الزيت الاسبوعي. طبعا احنا عملنا حمام الزيت ده في براند بلاندورا علشان الفكر المعروف ان في حمام زيت ويلا حطي الزيت واربطي شعرك وعودي يومين ثلاثة. غلط جدا، برضو من العادات السيئة على فكرة. حمام الزيت ما بيتعملش غير مرة واحدة في الاسبوع على فكرة، مرة واحدة بس، لان حمام الزيت لو زاد عن حده بيقلب لضده. يعني حمام الزيت كل ما تزودي هينشف لك شعر، لان ده عبارة عن تغذية بيور. طب ما انا ممكن اروح للراجل اللي جنبي ده بيبيع شويه زيوت كده وبيقول عليها اوفرات، ما اجيب انا شويه زيت زيتون على شويه زيت لوز على شويه زيت جوجوبا يلا اعمل لي خلطه واحطها على شعري. لا طبعا، في نسب وفي تنقيه معينه، وفي حاجه اسمها انا شعري محتاج لده ومش محتاج لده. هو مش مجرد ان انا بحط شويه سمنه واطبخ، لا. فزيت بلاندورا ده فيه نسب معينه بتنقيه معينه، هو ده اللي انا عايزاه. مش كل جهاز في الجسم ومش كل منطقة في الجسم بتحتاج نفس الحاجة. يعني مثلا شعري وبشرتي بيحتاجوا فيتامين سي، لأنه غير أنه بيقوي المناعة ودي الحاجة اللي احنا عارفينها، في حاجة اسمها كولاجين. كولاجين ده يا جماعة المغذي الأساسي والرئيسي للشعر وللجسم وللشعر وللبشرة وللعظم. في ناس بتروح تجيب الكولاجين البيور وده غالي جدا جدا جدا، ياخدوا بيه حقن، يعملوا بيه مساج لوشهم، يحطوه في جذور شعرهم، يستخدموه لعظمهم. فاحنا عاملين لك الكولاجين ده جوه مجموعه بلاندورا وجوه حمام الزيت وجوه السبراي، لان الكولاجين ده مهم جدا جدا. طيب ايه اخر حاجه موجوده بقى في بلاندورا؟ المكمل الغذائي. انا عارفه ومتاكده ان كلنا بلا استثناء بلا استثناء لما بنروح نجيب دواء من الصيدليه، أو لما بنقعد مع صحابنا في قعدة عرب كده، أو لما بندخل على النت بنلاقي إن فيتامين عليه عرض مش عارفة فيتامين إيه بدون ذكر أسماء من 500 جنيه نزل ل 150 جنيه، من مش عارفة كام نزل لكام. مفيش حاجة اسمها كده أصلا، مفيش حاجة اسمها عرض على الفيتامين، مفيش حاجة اسمها كده. المكمل الغذائي ده بتاخديه قرص واحد بعد الغداء، ده بيديكي الفيتامينات اللي أنت عايزاها، اللي الجسم عايزها لنمو الشعر. هو مش بكتر الفيتامينات على فكرة، في نسبة حديد معينة، في نسبة زنك معينة، في نسبة نحاس معينة. الفيتامينز المعروفة اللي هي فيتامين سي وإي ودي، فيتامين دي اللي بيساعد على التغذية وعلى الترطيب وعلى إنتاج الشعر، هو ده موجود في المكمل الغذائي. انت مش عايزة أكتر من كده للشعر، تمام؟ فهي دي الحاجات اللي انت بتحتاجيها. طيب الناس منتظرة أقول الأوفر. إيه الأوفر بقى لبلاندورا؟ إن انت لو تواصلتي على الارقام اللي موجوده على الشاشه دي، اتصلتي او خدمه الواتساب، هتلاقي الاوفر اللي موجود قدامك على الشاشه ده. ايه الاوفر؟ 25% خصم، هيفرق معاكي جدا، وهتقدري تجيبي بدل المجموعه 2 و3، وكمان بمناسبه الفالنتاين عاملين لك كادو ان انت لما تطلبي المجموعه دي 25% خصم، هتختاري هديه ليكي سبيشالي بقى. الهديه دي يا اما كريم ترطيب يا اما غسول من براند ترو لايت اهو. يا اما هتختاري الغسول الهديه ده بتحطيه كل يوم بتغسلي بيه وشك قبل ما تحطي الروتين اليومي، يا اما علبه الترطيب، ودي مش للوش، دي للجسم، للكوع، للركبه، للايد من قدام، تمام. في برضو عندنا صفحه دايموند هتظهر قدامكم، ممكن تتواصلوا عليها لاي استفسار. انا عارفه ان الاوفرز مهمه، انا كياسمين بحب الاوفرز جدا، طالما انا اقدر اوفر وفي نفس الوقت اجيب الكورس اللي انا عايزاه. الاهتمام بالشعر وان انا يبقى شكلي حلو، ده مش عياقه وده مش عشان ابقى الماد، لا، ده علشان انا لما اكبر وكل ما ابقى يعني عايشه حياتي الطبيعيه احس ان انا واثقه من نفسي. الشعر تاج المراه، فلازم نخلي بالنا جدا جدا على شعرنا. عندنا حاجات كتير هنتكلم النهاردة فيها عن الشعر، عندنا مشاكل، أنا عارفة أن في ناس بتتواصل معنا كتير، في ناس بتصرخ من شكل شعرها، كل ده هنتكلم عليه. بس ناخد فاصل ونرجع لكم تاني، فاصل وأنا واصل.
اتكلمنا قبل الفاصل عن بلاندورا، مجموعة متكاملة للعناية بالشعر، بس في برضو مشكلة مهمة بتحلها معانا مجموعة بلاندورا. ايه المشكلة دي؟ مشكلة ان انا عندي فراغات في شعري، عندي حتة من هنا مش موجودة، وعندي حتة من هنا وقعت، الرجالة اللي عندها حتة من هنا، الصلع الوراثي، في ناس بتبقى عندها صلع وراثي. الصورة اللي قدامكم دي مثلا، ادي اهو الشعر متفرق عن بعضه، في حتة كبيرة فاضية، دي ممكن تكون غصب عنكم نتيجة صلع وراثي. بيحصل، ممكن نلاقي الاب او الام او الجدود، فده غصب عننا، فلازم بسرعة بسرعة نلحق. الروزماري والنحاس والزنك اللي موجود، المكمل الغذائي اللي انا اتكلمت عليه، بيساعد جدا انبات الشعر من هنا وانبات الشعر من هنا. عاده سيئه قوي، في ناس تقول لك ده انا عندي ثعلبه، ده انا زي ما انتم شايفين كده، بالذات الرجاله الحتتين دول، والستات على فكره المحجبات كمان سبيشلي علشان ربطه الطرحه والحته اللي ورا. ممكن يكون صلع وراثي، ممكن يكون اهمال، ممكن يكون قله غذاء، ممكن يكون قله فيتامينات. فكل ده عشان كده بقول لكم قبل الفاصل يا جماعه، هي حاجه بتكمل حاجه. غسلت شعري كويس، حطيت اللوشن بتاعي كويس، اخدت المكمل الغذائي عشان اضمن ان اي فيتامينات وقعت من جسمي نتيجه ان انا ما اكلتش الخضار الصح، نتيجه ان انا ما شربتش الميه الصح. احنا لازم ناكل ونشرب، لكن انا بتكلم ده بيامن لك، بيسيف لك الدنيا. فالمكمل الغذائي اللي انا اتكلمت عليه ده مهم جدا جدا، هو ده اللي فيه الفيتامينات اللي انت المفروض تاخديها، علشان هو ده الاحتياج لشعرك. في ناس تقول لك خدي ابره بي 12 بي 1 بي 6، يا جماعه ده للعظم، ايه علاقته بالشعر؟ هو مش اي فتي وخلاص. معانا مداخله، منى من القاهره. الو، معانا منى. الو، صباح الخير. ألو؟ يا منى. صباح الفل، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انا بحبك جدا، وبعد والله بعد استنى حلقاتك كل مره. حبيبتي يا منى، وانا بحبك اكتر. شعرك عامل ايه؟ طمنيني. الحمد لله بقى مترتب احسن من الاول. انا استخدمت المنتجات بلندوره كلها، برافو، بقالي 3 شهور. انا عارفه صوتك، انا انتي صديقه البرنامج. ايوه، انتي كلمتيني قبل كده على فكره وقلت لنا ان انا شعري بيقع ومقصف، صح كده؟ صح. بس انا دلوقتي التساقط وقف تمام، وشعري الحمد لله طويل عن الاول تمام، وتقل كمان، ودلوقتي بقى مترتب احسن من الاول بكتير. انتي بقالك قد ايه بتستخدمي بلندوره؟ بقالي 3 شهور وشويه يعني. ما شاء الله، قولي. بس عندي بقى مشكلة دلوقتي. ايه؟ عندي التقصف زي ما هو. عندك الايه؟ شعري لسه متقصف من تحت. يعني ايه؟ مش حاسة ان هو خف شوية ولا برضو؟ لا، زي ما هو. هو شعري مترتب وكل حاجة وطول وكل حاجة، بس عندي مشكلة ان انا شعري متقصف. منى، انت بتربطي شعرك وانت نايمة؟ اكيد. انا يعني محجبه، فعشان كده ممكن يكون، معرفش. لا، تروحي كده يعني. يا منى تروحي كده يا حبيبه قلبي، نفك الطرحه كده ونخلي شعرنا يتنفس. بالنسبه لاطراف الشعر، وانت بتعملي حمام الزيت تبداي تفركي كده وتبداي تعمليه بدوائر، وتسيبي حمام الزيت من بالليل للصبح. تمام. من بالليل للصبح. بصي، لو لقيتي الدنيا صعبه قوي قوي قوي، ممكن تحطي معلقتين مايونيز كده على بيضه مثلا او بيضتين على حمام الزيت، برده هيساعد على ان التقصيف يروح يعني شويه. يعني على حمام الزيت احطهم ثلاثه مع بعض؟ حمام الزيت اللي احنا بنستخدمه الاسبوعي ده، ممكن تحطي عليه بيضتين ومعلقتين مايونيز من الثلاجه كده. تمام. وظبطي كده جدا وحطيه، برده هيساعد ان ايه، ان التقشيفه دي وان التقصيفه دي ان هي برده ايه تفك شويه. وطبعا محتاج الترطيب بالسبراي، محتاج ان انت ما تغسليش شعرك كتير يا منى لو سمحتي. انا هجربها وهكلمك اقول لك نتائجها عملت ايه معايا. حبيبتي تنوري، صباح الفل. التقصيف طبعا ده مشكله لا تنتهي، وانا بعالج شعر. يعني هي منى بتقول ايه؟ بتقول الحمد لله انا شعري طول، الحمد لله انا شعري بقى كثيف، التساقط قل. الحمد لله، مشكله مهمه جدا. طالما التساقط ده قل، يبقى انا حليت 3/4 مشاكل حياتي في شعري، لان انا كل ما شعري يقع ما هغذي ايه؟ هغذي حبه قد كده؟ فكل ما شعري يتقل انا برتاح. التقصيف منى، مفيش قص شعر كل شهر، اهدي. طالما التقصيف بدا، يعني ايه، انت بتستخدمي وبدا شعرك يطول، ده معناها ان التقصيف ان شاء الله هيبدا يخفني. ان احنا بنعالج مشكله مشكله. اعمل ايه في مشكله التقصيف دي؟ اول حاجه، وانا بغسل شعري بالشامبو ما اقعدش افرك قوي في اطراف شعري. تاني حاجه مهمه جدا بالنسبه للناس اللي عندها تقصف في شعرها والناس اللي شعرها مقصف، اطراف الشعر بالذات لما بنيجي نستخدم البلسم، فين البلسم اهو، لما بنيجي نستخدم البلسم ده
ما بتحطيهوش كده وخلاص تربطي الرابطه وخلاص، لا انت بتستخدمي البلسم. بصوا انا دلوقتي بفرق شعري اهو، بجيب كام كليبسه كده ببقى واخداها معايا، بفرق شعري اهو، باخد اول واحده بعملها كده، بعمل كده وببدا احط البلسم وبشربه بايدي وبحطه كده وبرفع شعري كده بكليبس وهكذا. هبدا اقسم شعري. معانا مداخله تاني، ندى من اسكندريه. الو، صباح الخير. صباح الورد، ازيك يا دكتور؟ عامله ايه؟ ازيك يا ندى، صباح الفل. الحمد لله يا حبيبتي، ازي حضرتك؟ الحمد لله. قولي لي. بصي يا حبيبتي، انا جبت المجموعه بتاعت البلندوره، جبت مجموعتين. كويس. بس انا مش عارفه، انا شعري طويل بس فيه هيشان، يعني هايش. فانا عايزه اعرف بس طريقه الاستعمال، استعمله ازاي، وعايزاه كمان يجيب معايا نتيجه بسرعه. طيب هقول لك بقى، ندى صح؟ يا حبيبتي. طيب بصي يا ندى، تابعي بقى معانا عشان انا لسه هتكلم معاكي شويه. بصي يا ندى، اول حاجه كويس ان انت شعرك محافظه عليه، فده هيجيب نتيجه اسرع. لما تستخدمي الشامبو، لما تستخدمي البلسم بتاعت مجموعه بلندوره مرتين في الاسبوع بس. طالما شعرك كويس بتحطي البلسم لمده ربع ساعه وبتربطي شعرك كده لحد ما تكملي الشاور بتاعك. طيب الهيشان ده يروح ازاي؟ يروح ان انا لما استخدم السبراي واسرح شعري ما عرضهوش للسخونيه طول الوقت. حمام الزيت استخدمه مره واحده في الاسبوع، وانا بسرح شعري ما سرحوش بمشط ضيق هيهيش شعري اكتر. خلي بالكم بلاندورا ده، ولما ندى تستخدمه، انا على فكره مستنيه مكالمتك كمان مثلا اسبوعين ثلاثه كده يا ندى عشان يبدا يحس بتاثير. خلي بالكم يا جماعه، مجموعه بلاندورا دي فيها ميزه حلوه قوي، فيها كرياتين وبروتين وكافيين طبيعي. الكلام ده بجد؟ الكلام ده بجد. انا لما احس ان شعري هايش واروح اتكلم مع الكوافير، ولا روحي بقى اعملي لي كورس بروتين على كرياتين، هتلاقي شعرك ده سايح. هو هيحصل كده فعلا، بس هتلاقي بعد اسبوعين ثلاثة شعرك ده بيقع بشكل فظيع. ليه؟ لان الكرياتين والبروتين اللي فجأة ضغطتي على الزرار شعرك ده بقى سايح كده، ده كله فورمالين، مادة كاوية، زي اكنك حطيتي مية نار، فهو عمل شعرك كده وخلى الدنيا جميلة بس في نفس الوقت شعرك بيقع. فالنسبة اللي موجودة في بلاندورا من الكرياتين، من البروتين، من الكافيين، هتحفز لك جدا الدورة الدموية، فهتبدأ تخلي فروة راسك تفرز الزيوت الطبيعية بتاعتها. فالهيشان له حل، بس لما تستخدمي الكورس على بعض. وزي ما قلت لك، أي حد شعره هايش، أي حد شعره متقصف، ما بيجي يستخدم حمام الكريم أي اللي هو البلسم الموجود، بيحط بس على أطراف الشعر وبيسيبها بس كده بكليبسة كده ولا حاجة، ويسيبها بس نص ساعة، بلاش ربع ساعة، خليها نص ساعة، عشان بس إيه يبدأ أطراف الشعر تتشرب أكتر البلسم. ما بنيجي نعمل حمام الزيت بالنسبة للشعر الهايش بالذات، بنعمله من بالليل للصبح. عامل حسابي إن أنا في يوم مش نازلة فيه بدري أو يوم أجازة، بعمل حمام الزيت من بالليل للصبح، وقبل ما اغسل شعري ممكن بحط معلقتين مايونيز كده وادلكهم شويه، ده برده هيساعد على الترطيب. فطالما شعرك كويس، طالما شعرك طويل، طالما شعرك كده يعني انت عايزه تبداي معاه بدايه كويسه، فانت لازم تخلي بالك من الحاجات اللي بقولها دي. نرجع لموضوعنا اللي كنا بنتكلم فيه، وهو الصلع الوراثي، وهو الاماكن الفاضيه. الاماكن الفاضيه دي خلي بالكوا خطر جدا، لان انت ممكن على المدى البعيد تلاقي الحته دي اللي بدات تفضى بقى ملمسها عامل زي الجلد. يعني فجاه لو انت مثلا يعني لو واحده جوزها اصلع او اخوها واحط ايدك كده، هتلاقي ان الحته بتاعته دي ما فيهاش منبت للشعر اصلا، بقت ملساء كده. ليه؟ لان منبت الشعر مات حرفيا، فما بقاش فيه الحته الخشنه. لما الراجل يجي يحلق دقنه يحصل ايه؟ ما فيش يوم تلاقي ان في خشونه. ليه؟ لان الشعر نبت، لان البثور بتاعه الشعر نبتت. طب انا لما الاقي ان الحته دي كده كده اكن جلد، ده معناها ايه؟ ده معناها ان انا في حته وحشه قوي، ده معناها ان انا اصلا بثور شعري وجذور شعري بطلت تفرز اي زيوت او اي، والدوره الدمويه بطلت تمشي في الحته، خلاص البثور ماتت. فلازم حل سريع، ولازم ابقى هاديه كده ان هياخد وقت، والحق نفسي اول ما الاقي ان بقى عندي فراغات في نص الشعر او في جوانب الشعر. على فكره للرجاله كمان، انت ممكن تلحق نفسك عادي جدا على فكره. فالسبراي ده والمكمل الغذائي ده اهم حاجه، اهم حاجه في الكورس بتاع بلاندورا
للحتت والفراغات الفاضيه، لان كميه الروزماري وكميه الزنك والحديد اللي موجود مع الكافيين اللي موجود بنسبه معينه، ده هيساعد على تحفيز بذور الشعر، هيحافظ هيساعد على ان جذور الشعر تبدا تاني تتنفس. انا عندي زرعه في البيت اسقيها ميه هتطلع، طب ما سقيتهاش ميه هتلاقيها حصل لها ضمور 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 وماتت. هل لما تموت بقى انا يعني خلاص كده انا هبدا؟ محتاجه وقت، ومحتاجه ان انا ابدا اغير الطينه بتاعتها، ومحتاجه ابدا اسقيها واحط لها نص معلقه سكر علشان تبدا فانت بتاكلي شعرك من الحاجات الطبيعيه اللي موجوده، بتاكليه علشان نبدا نحفز ان الدوره الدمويه تشتغل وان السايكل بتاعه فروه راسي تشتغل، فابدا احس ان انا في منبت للشعر. الناس اللي بتقولك طيب انا حاسه ان انا عندي ثعلبه، ممكن بلاندورا لو استخدمتيه هيساعدك ان ما يجيلكيش الامراض دي، لكن هل بيعالج؟ لا، عشان ابقى يعني صادقه معاكم، بلاندورا بيساعد ان انت الدوره الدمويه وتحفيز الكولاجين، وان شعرك يبدا يعني ينبت، وان التساقط يبدا يقل، كل ده تمام لو استخدمتيه، بس مش هيعالج، هو هيخليكي سيف ان يحصل لك حاجه. الاوفر اللي معانا النهارده هو 25% خصم على مجموعه بلاندورا اللي هي متكونه من الشامبو، من البلسم، من المكمل الغذائي، من السبراي اليومي، ومن حمام الزيت الاسبوعي. معاه كادو ليكي وليك، ولو عايز تجيب هديه في الفالنتاين دي احلى هديه تتجاب لاي زوجه ولاي خطيبه ولاي حبيبه، حلوه قوي قوي، لان ده عن طريق الارقام اللي موجوده على الشاشه او البيج اللي ظاهره قدامكم او عن طريق خدمه الواتساب. لا، انت ممكن انت تطلبي او ممكن تطلب ده، هيجي لك مع الاوفر، يا اما هتاخدي غسول هديه من براند ترو لايت، يا اما هتاخدي كريم مرطب هديه من براند ترو لايت. فلازم نخلي بالنا جدا على شعرنا، نخلي بالنا جدا على شكلنا، مفيش حد هينفعك لما يبقى شكلك وحش، ولا تحسي ان جوزك بيبص بره، ولا تحسي ان انت مش واثقه من نفسك. اهتمي بشعرك وبشرتك وبجمالك قبل اي حاجه، في نفس الوقت طبعا توفري على قد ما تقدري، وتبقي عارفه ان شعرك محتاج فيتامينات معينه، فلازم تروحي للطريق الصح. صباح الياسمين على كل حبايبي اللي بيتابعوني، ان شاء الله ان شاء الله القاكم يوم الخميس، وهيكون في خطوه جديده ومهمه من خطوات، وصباح الفل.